الموقف من أبناء محافظة صلاح الدين المصرين على إقامة الإقليم، ولا خيار بديل أمامنا سوى الإقليم الذي نعيش فيه بأمان وعزة وكرامة، نصون أعراضنا ونحفظ أموالنا ونحافظ على دماء أبنائنا. هذا الذي نطالب به، وكذلك مطالبة أبناء صلاح الدين لرئيس الجمهورية سيد جلال طالباني باعتباره الراعي الأول للدستور بأن يطبق ما جاء في الدستور من مواد، خاصة فيما يتعلق بمشروع إقامة الإقليم. نحن ننتظر جواب رئاسة الوزراء خلال هذه الأيام، إذا لم يرد أي جواب لنا خيارات أخرى متعددة سنستخدمها لإقامة إقليم محافظة صلاح الدين. أهم الخيارات هو جمع التواقيع 2% وبعدها 10% إن شاء الله. اليوم هو صوت الشعب الذي هو من، واليوم نحن في سامراء نطالب بعدم التراجع عن هذا القرار. قرار هو قرار الشعب وليس قرار مجلس محافظة صلاح الدين ولا السياسيين، هم يمثلوننا فقط. وإذا تراجعوا نقول لا تراجع، ولا يتراجع. اليوم ننزل للشارع والنزلة مثل ما صعدنا بأصابعنا وأصواتنا. اليوم الدستور حامي حقنا هذا. اليوم نحن مهمشين مظلومين يا ناس، مظلومين. حتى الآن قبل ساعات عملية سامراء تضرب في الصناعة بأشد الضرب. لا 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 حرية السير ولا حرية المشي ولا حرية التعبير. كل ما نريد نطلع مظاهرة نطالب بحقوقنا اللي حقوق مشروعة. يقولون انتم بعثين وانتم قاعدة وانتم ما اعرف ايش من هاي المسميات. احنا لا قاعدة ولا تكفيرين، احنا ناس مسالمين نطالب بحقنا، حقنا مشروع ولازم يصير هذا الحق، لان احنا ابناء شعب واحد ونطالب بالاقليم حتى نستقل ونرتاح، لان دائما احنا مهمشين من قبل يعني الحكومة المركزية واحنا نطالب بحقنا. ارسل صوره من صور الامتهان لمدينه سامراء، هو تحديدهم في هذه العشرين متر للتظاهر فقط من قبل عمليات سامراء، يعني المدينه كلها تظاهر خلال هالعشرين متر فقط من جامع الرزاق الى هذه الفلكه. ولما تسال احد افراد عمليات سامراء يقول لك عندنا اوامر واضحه بمنع المتظاهرين من عبور الفلكه باي اسلوب كان، باي صوره، وهذا تهديد واضح وكنا نعرف. ارسل صوره هذه من صور الامتهان اللي يتعرضون لها اهالي سامراء.